جراثيم قاتلة تعزل دولة من العالم، وسلاح نووي يصرع الجميع. شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام. مرحبا بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وآخر توقعاتها لعام 2022. بفكرك سريعا اعمل لايك للفيديو عشان يوصل الفيديو لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول. ليلى عبد اللطيف بتتوقع ان المشهد السياسي القادم في لبنان سيؤدي لحدوث تغيير كبير وغير مسبوق في الوجوه والاسماء، وسنشهد ابتعاد او غياب اسماء كبيرة وبارزة عن المشهد السياسي والانتخابي في لبنان وعلى جميع المستويات او المناصب السياسية البارزة. وهنا ستكون المفاجأة، وما بين شعارات تغيير الصائبة او اعلان النتائج الخائبة أرى أن حدث مهم، وما بين حدوث هذا الحدث سيبقى الجميع في حالة ترقب وحذر بانتظار المفاجأة الصائبة. هنشوف فوضى في الشمال وقت الانتخابات، وإن شاء الله ما تتطور هذه الفوضى وتؤدي لبعض التغييرات على الانتخابات النيابية إن شاء الله. الجيش اللبناني سيكون الملاذ الأخير لكل اللبنانيين خلال الفترة القادمة، سواء شاء من شاء وأبى من أبى. سوف تشاهدون الجيش اللبناني يترجم هذا الشعار بقرار يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، وهنا ستظهر قوة الجيش الفاعلة على الأرض، وسيأخذ الجميع درسا وطنيا من هذه المؤسسة الوطنية العسكرية بأن الجيش لا يساوم على أمن الشعب والأرض والدولة، وحيكون واقف بالمرصاد وهيكون ليه دور كبير وقت الانتخابات أو بعد الانتخابات. هنشوف كمان دور للقائد جوزيف عون وللجيش اللبناني بدور ما شفناه من قبل في تاريخ لبنان. كمان بتقول قريبا وقريبا جدا ستشهد مدينة بيروت مفاجأة كبيرة جدا، وهذه المفاجأة ستتحول لصدمة وتثير الصحافة والرأي العام خاصة أهالي بيروت. شخصية سياسية لبنانية نراها على وسائل الإعلام وهي تعلن عن اعتذارها أو اعتزالها العمل السياسي وبشكل نهائي. سوف يظهر للعلن تفاصيل قصة أو صفقة سرية تتعلق بالانتخابات النيابية جرت بين شخصيتين كانوا دائما على خصومة وخلاف، وتفاصيل هذه الصفقة ستخرج من منطقة لبنانية جبلية. حادث مؤسف تتعرض لي إحدى الخطوط الجوية العربية، شبح الاغتيال والخطر شافه بيحوم ويهدد شخصية معروفة ومشهورة وبارزة حول العالم. سنكون في الأشهر القادمة أمام بروز أزمة اقتصادية عالمية حادة، وأمريكا أمام هذا الوضع الخطير شايفها تستعد للحرب. كارثة ومأساة مدينة هيروشيما اليابانية سنراها تتكرر للأسف الشديد وفي دولة أجنبية أخرى، وحتكون هذه المأساة الكبيرة هي أحد نتائج وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المؤسفة والمدمرة في وقت لاحق. القوات البحرية الأمريكية سنراها تستعد للرد أو الهجوم على هدف كبير في البحر. رئيس دولة أراه يتعرض لحادثة جوية وهو داخل الطائرة، وهذه الحادثة سوف تثير القلق وتصبح حديث الصحافة والإعلام وحديث الناس إمتى وفين ومين هي مش عارفة. المجاعة ستجتاح العالم وكوكب الأرض، وذلك خلال السنوات القادمة. أرى السودان مقبل على أحداث خطيرة وقد باتت قريبة، وعلى شفا حرب جديدة وقاسية تؤدي إلى مجازر وتطهير عرقي للأسف الشديد وتهجير سكاني يتخطى الآلاف، مما قد يستدعي تدخل قوات أجنبية برئاسة دولة عظمى لإنهاء النزاع وإعادة السيطرة على هذه الحرب وإعادة السودان على سكة الدستور والقانون والاستقرار، وذلك من خلال حكم مدني فاعل وجديد. سيتم الإعلان عن وفاة شخصية مهمة ومقربة جدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. العالم حيواجه أخطر مرحلة في تاريخ البشرية خلال السنوات القادمة، سواء المسلمين أو المسيحيين في الدول العربية وغير العربية. سنشهد ولادة حلف عربي مشترك بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. سوف نرى اجتماعات وطاولة حوار بين المملكة العربية السعودية ومصر، وستجتمع حول هذه الطاولة عدة أطراف ودول عربية بارزة، من خلالها سيتم الاتفاق على إنشاء الحلف العربي الجديد بقيادة السعودية وعلى رأسها ولي العهد السعودي ومصر.
إيطاليا تشهد عملية اغتيال على أراضيها تهز الرأي العام. البابا فرانسيس في المستشفى لحدث صحي مؤسف سيجعل المسيحيين حول العالم في حالة ترقب واستنفار. ستنضم الكويت إلى حلف الروسي الصيني، وهذا التقارب الخليجي والروسي والصيني سيجعلهم يتدخلون للمصالحة الخليجية الإيرانية والتي ستكون لصالح جميع الأطراف والدول. سيتم الإعلان عن بدلة عسكرية متطورة نراها تظهر للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، والعالم مندهش من هذا التطور والابتكار الهام. تشهد كندا مزيد من المظاهرات والاحتجاجات للأسف، وذلك لحدث ما. أرى توتر في العلاقات بين كندا وبعض دول أوروبا يثير البلبلة الإعلامية بشكل عام. هذا التوتر أراه يتطور ويشمل أمريكا وكندا، خاصة عند الحدود الكندية الأمريكية. من أخطر توقعات اليوم لليلى عبد اللطيف هو عنوان حلقة النهاردة، وإنها بتتوقع أن حيتم عزل إحدى دول العالم، وده من جراء انتشار جرثومة قاتلة على أراضي هذه الدولة، وسوف تظهر هذه الدولة كأنها مدينة أشباح، لكني لن أذكر هذه الدولة خوفا على مشاعر الناس والمشاهدين. كمان بتتوقع ظهور سلاح خطير ومخيف ومتطور بيرعب العالم، وهو عبارة عن سلاح جرثومي وغير مرئي. كمان بتتوقع أن الجزائر هتحصل من بعض الدول الأوروبية على مساعدات عسكرية فاعلة للجيش الجزائري مع برامج تدريبات عالية متطورة، وده من أجل الدفاع عن الأراضي العربية ولمساندة بعض الدول العربية من خلال القوى العسكرية المتجددة. وحيشهد الجزائر فوضى عارمة في البرلمان الجزائري، كما سنرى شخصية سياسية جزائرية بارزة وراء القضبان وفي السجن من وراء عملية فساد. كمان بتتوقع أن الأنظار والأعلام على الغنوشي لحدث مؤسف. الثورة الحقيقية في تونس قادمة من جديد، والمظاهرات متجددة في الشارع التونسي، وبتتجدد معاها رياح التغيير الكبير، وبتتمنى على الرئيس التونسي أن ينتبه على أمنه وصحته خلال المرحلة القادمة. شايفة تونس لن تبقى غارقة في ظلام الفوضى القائمة اليوم، والأمن التونسي سيضرب من حديد وقوة كل من يحاول زعزعة الأمن التونسي خلال المرحلة المقبلة، وخاصة الرئيس. تغيير كبير هيحصل في الحكومة المغربية، والتغيير ده هيجعل حكومة المغرب فاعلة وقوية في مجال الأمن والعمران والسياحة، وسنجد في المغرب ثورة سياحية مهمة لم نشهدها من قبل. كمان أسعار العقارات في المغرب هتشهد ارتفاع كبير، وده خلال موقع المغرب المميز في المرحلة المقبلة. كمان هيشهد المغرب فترة حداد وحزن لحدث ما. متابعين الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف، اللي اتكلمت فيها عن مجموعة متنوعة من التوقعات العالمية، وأيضا التوقعات الأخطر اللي ممكن نشهدها في عام 2022. بشكر حضراتكم على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وحنستنى تعليقاتكم وأراءكم. ودمتم في حفظ الله ورعايته.